صباح الخير على كل مشاهدينا مرة تانية. صباح الخير. شهر إبريل هو شهر توعية ضد أمراض السرطان أو بأمراض السرطان المختلفة. دولتنا المصرية في العقد الأخير بذلت مجهود كبير جدا في عملية التوعية والاهتمام بالمبادرات في هذا الإطار. يا ترى إيه طبيعة هذه المبادرات اللي قدمت في المرحلة الأخيرة؟ ده جزء هيكون من حوارنا، إلى جانب أيضا أهمية إن إحنا كمان نتكلم عن التوعية بأمراض السرطان المختلفة خلال هذا الشهر، لأنه شهر التوعية ولأن ده أصبح المرض اللي بيهاجم الإنسان في هذا العصر وفي هذا التوقيت بشراسة منقطعة النظير. الوعي هنا بيلعب دور رئيسي جدا في ان احنا نحافظ على حياتنا وحياة الاخرين وننتبه لنمط حياة ممكن بدون قصد منا نكون بمارس فيه اخطاء تقودنا الى هذا المرض اللعين، وقانا الله واياكم. خلونا نبدا هذا الحديث المطول مع ضيفي الكريم اللي مشرفني النهارده، وهو دكتور احمد عبد الهادي، استاذ علاج الاورام بكليه الطب بجامعه المنصوره، وايضا مدير وحده الاورام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بيك. ليه شهر ابريل شهر التوعيه بامراض السرطان عامه؟ هو احنا اتعودنا كمنظمات الصحه مقسمه السنه، شوف 12 شهر، كل شهر بيبقى شهر للتوعيه عن نوع معين من انواع السرطان. مثلا زي شهر اكتوبر اللي الناس كلها عارفاه، هو شهر التوعيه عن من سرطان الثدي. فهم قالوا يجمعوا التوعيه الكامله في شهر ابريل، نوعي الناس ازاي تكشف عن اي حاجه لاي نوع من انواع السرطان، فبتخلي الناس تبقى اليرت او منتبهه ان مش شهر مثلا شهر مارس اورام الرئه، شهر اكتوبر اورام الثدي، شهر نوفمبر اورام البروستاتا. طيب بقيه الاورام بقى، يعني في اورام كتيره اكيد ممكن الناس ما بتبقاش واخده بالها منها، فقالوا احنا في شهر ابريل هنعمل توعيه ضد كل انواع الاورام مجمعه. ايه طبيعه التوعيه اللي بتمارس خلال شهر ابريل بشكل واضح لفكره نشر الوعي والوضوح في مشكلات مرض السرطان وازاي بتحصل؟ طيب احنا طبعا التوعيه دي بتبقى موجوده على اكتر من مستوى، يا اما المستوى الجمعيات اللي مهتمه بمرضى السرطان، يا اما بالاقسام او المستشفيات اللي برضه مهتمه بعلاج مرضى الاورام. احنا كل اللي بنعمله بنعمل حاجتين، في حاجه اسمها توعيه مجتمعيه زي ما بنعمل دلوقتي في التلفزيون او في النقاشات اللي موجوده في المستشفيات او مع اهالي مرضى الاورام نفسهم، وخاصه في الاورام الوراثيه اللي ممكن تكون بتمتد الاجيال. بنبدا نتكلم معاهم ونقول لهم ازاي يعملوا كشف مبكر. وساعات بيبقى الناس العاديه تايهه، طب انا اكشف على ايه ولا ايه؟ ده في اورام ثدي ورئه وقولون ومعده وبروستاتا. فيجي شخص طبيعي جدا يقول هو انا هتوعي، يعني هكشف على ايه ولا على ايه ولا ايه؟ طب انا هعمل تحاليل ولا هعمل اشعاعات ولا هي الفكره ايه؟ احنا التوعيه في الاساس واحد، ان احنا بنوعي الناس بالهيلثي لايف ستايل، ان احنا بنخليهم يعيشوا حياه صحيه، النظام الغذائي وانواع الاكل اللي المفروض ياكلوها تبقى عامله ازاي. بلس كمان لو في اي اعراض بتظهر عليهم بنقول لهم والله لو في اعراض واحد اثنين ثلاثه بنبدا نتوجه للطبيب المختص عشان نشرح له العرض ده ونحاول نربطه بنظام الحياه او بالمشاكل اللي هو بيواجهها، وبالتالي بنتوجه ناحيه ان احنا نكشف من عرض بسيط ما نهملوش. ايه هي الاعراض اللي ننتبه لها بشكل دائم؟ واول ما تحصل لازم يكون في مننا تصرف ايجابي بالاتجاه للكشف. طيب هقول لحضرتك على حاجه، يعني طبعا هو في اعراض كتيره وبتبقى متشابهه، خلينا يعني نرجع كده بالحديث خطوه لورا، الهيلث لايف ستايل الاول. ايه اللي المفروض نعمله علشان ما نبقاش في اعراض الاول؟ طبعا ده طبيعي، ما انا كنت هروح لده، بس يعني احيانا الناس بتبقى منتبهه قوي لفكره ايه، انا هو ده ممكن يؤدي بيا لكذا، هو ده ممكن يكون عرض لكذا. مظبوط. فبعد كده بقى لما بتبتدي تنصحهم نرجع نرجع ندور الخطوه اللي ورا. بالظبط. هو هقول لك على حاجه، احنا عندنا مثلا، هفترض مثلا احنا عندنا القولون العصبي، ده عرض بيبقى معظم المصريين يعني عندهم مشكله اللي هو الانتفاخات، الغازات، الـ 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 الالم اللي بيبقى مصاحب ببعض الوجبات، يعني بعد ما بياكل بيحس بالم شديد في منطقه البطن، وممكن يبقى بقى في alternating diarrhea and constipation، يعني شويه يبقى عنده اسهال شويه عنده امساك، في اضطراب في الباولز. طيب في بعض الناس ممكن ما يروحش اصلا طب الدكتور ويروح للصيدليه يجيب ادويه للامساك او للاسهال او للانتفاخات والموضوع خلص على كده. ده معظم الناس ارتاح الموضوع انتهى، بس الموضوع هيرجع يتكرر تاني وتالت ورابع.
يعني ما تعالجش؟ ما تعالجش بس هو بالنسبه للكالتشر البسيطه، لا انا خدت دواء وبقيت كويس. بقيت كويس مثلا اسبوعين ثلاثه ورجع يرد علي الاعراض ثاني، وبعدين نسى هو ان هي كانت موجوده عنده فيرجع يجيب ثاني من الصيدليه ويرتاح وهكذا. فمثلا من اهم اعراض سرطان القولون ان يبقى فيه اضطرابات في الـ 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 الامعاء لفترات طويله، ما بتستجبش للعلاج اللي المفروض الدكتور كاتبه كويس. فلما يحصل ده المفروض احنا نتوجه للايه؟ للدكتور. طيب احنا هنربط ده بايه بقى؟ باللايف ستايل بتاع المريض. طبعا لما هنسال المريض اللي هيجي لنا انت بتاكل ايه اصلا في يومك؟ هنلاقيه مثلا ما بياكلش اكل فيه خضار اللي هو اللو فايبر دايت. الاكل الصحي لازم يكون فيه فايبرز كتير. هنلاقيه دايما موجود عشان شغله في الشارع معظم الوقت فبياكل فاست فود كتير. فالحاجات دي كلها يعني بريديسبوزنج فاكتورز او ريسك فاكتورز بتخلي اي شخص عرضه انه يحصل له سرطان قولون. بتعلي معدل فكره انه يبقى يصاب بالمشكله. بالظبط، فدي بنجي لنا دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا مثلا بنقول عشان نكشف مبكرا عن مرض سرطان القولون مثلا، فبنقول للمريض ابسط تحليل خالص اعمل لنا تحليل براز. تحليل البراز ده تحليل بسيط بنشوف في حاجه اسمها الدم الخفي في البراز. فلو لقينا ان في دم خفي في البراز يبقى لا ده يعني خفي خفي, خفي. لان في بعض الناس بيقول لك ده انا ساعات لما انا بعمل البراز بيبقى في دم. طبعا ده معناه ان ممكن يكون عنده مثلا بواسير، عنده شرخ شرجي، الحاجات اللي زي كده. فالحاجات دي كلها بنخلينا بنقول للمريض لو سمحت اعمل حاجتين بقى، اعمل التحليل اللي هو التحليل البراز، اتنين ما تاخدش ادويه منك من نفسك، ثلاثة غير نظام الأكل بتاعك. ده طبعا بالخلاف ان ممكن يبقى المريض مثلا غير ان هو بياكل أكل مش صحي انه مدخن، فده بيزيد الطين بلة بقى، يعني كمان ده بيزود نسب حدوث سرطان القولون وحاجات تانية جنبيه كمان. طيب بما اننا بنتكلم عن سرطانات القولون دايما بنقرا في الحديث عن ما هو صحي وما هو غير صحي. ابعد عن الجلوتين وابعد عن المخبوزات في نظامك الغذائي بشكل او باخر، مدى صحة ده ايه؟ طبعا هو هقول لك على حاجه، احنا في كثير من الاطباء اللي هم اللي بينصحونا دكاتره البطنه واساتذتنا بيقولوا لنا ايه؟ زي الدكتور حسام موافي، ما تاكلش الا اللي يبقى خارج من الارض، ما تاخدش حاجه بروسيسد بشكل يغير شكلها بشكل ياثر على صحتك. فالعيش او المخبوزات محدش يقدر يستغنى عنه، بس المشكله ان هو فيه الدقيق، والدقيق ده اتحول من القمح. فلو تقدر تخلي العيش بتاعك اللي هو العيش بيسموه الحبه الكامله، او ان احنا ناكل القمح زي ما هو اللي هو زي البليله، ده هيبقى صحي اكتر. ما بقولش نمنع العيش بالكليه لان العيش اساسي، بس في ناس ما بتاكلش غير العيش. فالعيش ده بكميات كبيره ممكن ياثر على حاجه اسمها البكتيريا النافعه في القولون. في حاجة اسمها اللاكتوفيلس اسيدوفيلس اللي هي البكتيريا النافعة بتاعت القولون دي، ليها فايدتين. أول فايدة إن هي بتطلع فيتامينز من جوه الجسم وتدخلها للجسم. خلاص؟ بلس إن هي بتحسن من الامتصاص وحركة القولون. لما الإنسان بياكل نشويات كتيرة وخاصة العيش والمكرونة كتير بشكل مستمر، البكتيريا النافعه دي بيبدا كميتها تقل او عددها في القولون يقل. فبيزيد فقصاد ده بتزيد بكتيريا ضاره. فالبكتيريا الضاره دي اللي بتطلع الغازات، دي اللي بتعمل الانتفاخ، دي اللي بتعمل حاجه اسمها ميوتيشن او بتاثر سلبا بقى على الغشاء المبطن للقولون اللي يبدا شويه شويه يتحول لخلايا غير حميده اللي هي الخلايا السرطانيه. فبرضه من ضمن الناس اللي انا بحس ان ممكن يكون اكلهم مش صحي قوي، طبعا بنصحهم بالاكل الصحي، وبحاول اقول لهم مثلا ممكن ياخدوا من فتره لاخرى البروبايوتكس. البروبايوتكس دي عباره عن مستحضرات طبيه فيها كميه مش قليله من البكتيريا النافعه اللي هي بنقول عليها مايكروبيوم. المايكروبيوم الى حد ما ازاي نزود من استهلاكنا للبكتيريا النافعه بشكل طبيعي؟ الهاي فايبر دايت، ان احنا ناكل اكل فيه فايبرز كتير زي الخضار، الفاكهه، اللي هو ايه يستحسن مثلا ما يبقاش عصير او ما يبقاش الصلصه الطبيعيه، السلطه السلطه العصير او العصير يكون مثلا في قطع، او الفاكهه نفسها ثمره الفاكهه نفسها. دول اكتر حاجتين بيزودوا لنا البكتيريا النافعه. الزبادي وضعه ايه؟ برضه هقول لك على حاجه، خلينا بنتكلم على الصوره الطبيعيه. الصوره الاولى اللي هو ايه؟ الحليب الطبيعي بتاع الـ 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 الابقار او الجاموس. طبعا احنا كدكتور اورام
ساعات بنصح مرضى الاورام بقى اللي بيتعالجوا ان هم يقللوا شويه من الالبان الطبيعيه وبنديهم ميديكال فورمولاز او البان طبيه. ليه؟ لان ساعات بقى بيبقى في قصه ثانيه مع مريض الاورام، ان ممكن يكون نفسه مسدوده، ممكن يكون الامتصاص عنده ضعيف شويه، الاكل ما بيبقاش منتظم، فبيبقى محتاج انريتشد ميلك، عايز ميلك يعني محسن فيه مواد غذائيه اعلى. فبندي له ميديكال فورمولاز تحسن شويه من الانتيك بتاعه. انما الزبادي مش وحش، مش وحش، بس المشكله ان كتره برضو، لان الزبادي ده عباره عن حاجه لبن مخمر بالظبط، فالكتر البكتيريا اللي هي بقى بتعمل التخمير ده بتخلي فيه برضو انتفاخ في القولون، بيخلي فيه غازات وهكذا. طيب السكر متهم نفس الاتهام؟ صحيح. ايه وضعه؟ نفس الفكره. السكر ده بروسيست، فانا ما بقولش نمنع السكر، وبرضه علشان المقوله الشهيره بتاعت ان خلايا الاورام بتتغذى على السكر، ده مش صحيح تمام. تمام، ولكن احنا بنقول للمريض او للناس العاديه قلل السكر لسببين. واحد طبعا السكر الكتير بيؤدي للسمنه ومرض السكر، يعني بيبوظ منظومه الجسم، ده بعيدا عن الاورام. جميل. بلس بقى ان احنا كمان لما بناكل سكريات كتير، السمنه والسكر اصلا من ضمن الحاجات اللي بتزود نسبه حدوث سرطانات. ليه؟ السمنه في حد ذاتها الدهون بيبقى فيها ريسبتورز او مستقبلات بتزود نسب حدوث مثلا او افراز نسبه الاستروجين عند السيدات مثلا. فلو السيده عندها سمنه مفرطه ممكن يبقى عندها نسبه استروجين ازيد بتطلع من الدهون اللي تحت الجلد، غير الاستروجين اللي بيطلع من المبايض. فاصبح عندها هايبر استروجينيميك ستيت، يعني الاستروجين بقى عالي فيزود نسب او فرص حدوث الاصابه بسرطان الثدي والرحم. كويس. نفس الفكره الانسولين، الانسولين لايك جروث فاكتور ريسبتورز، لما يكون انسان عنده سكر نتيجه وجود معدلات عاليه من الدهون في الدم والسكر في الدم، بعض خلايا السرطان الجسم بيفرز اصلا انسولين عشان يحاول يسيطر على نسبة مستوى السكر في الدم. فبعض الخلايا بتنتهز فرصة وجود هايبر استروجينيميك هايبر انسولينيميا، يعني الانسولين بيعلى في الدم، فبتاخد الانسولين ده تستفيد به هي بشكل ما عشان تتكاثر. ده بعض خلايا الاورام بتتكاثر على الانسولين مش على السكر. فعلشان كده بنقول للناس بقدر الامكان ما تاكلوش سكريات كتير، مش عشان السكر وحش، عشان السكر بيخلي الانسولين في الدم يعلى كتير. فبعض الخلايا بتستفيد بوجود الانسولين العالي في الدم وتتكاثر على حساب الانسولين مش على حساب السكر. ده معناه انه احنا عايزين الاعتدال مش المنع الكامل برضه. بالظبط بالظبط، هي دي الفكره الاساسيه. في اجراء وقائي اعرف انه متبع بره بشكل كبير جدا للناس اللي بعد الأربعين، اللي هو الكولونوسكوبي او المنظار الاستكشافي بالذات في امراض سرطانات القولون. باي قدر هو ممكن يكون اجراء مهم ويجب تعميمه من وجهه نظرك؟ طيب هو من يعني احنا دايما علشان ما نخليش الناس تخاف، هو المنظار القولون مش ستاندرد الا في الحالات اللي فيها تاريخ وراثي في العيله. يعني الاساس في سرطان القولون او الكشف المبكر عن سرطان القولون هو ان احنا نعمل تحليل البراز واكتشاف الدم الخفي. ده الاساس. في بعض العائلات بيبقى عندهم حاجه اسمها نتوءات حميده في القولون اللي هو الادينوماتوس بروبوزس كولاي. دي بتبقى العيله كلها، الاب الاولاد او البنات عندهم اصلا نتوءات، النتوءات دي مش سرطانيه ولكن وجودها في حد ذاته بيخلي فيه فرصه ان يحصل ايه؟ سرطان. خلاص؟ فدول الكاتيجوري ده من العيانين او من الناس بنقول لهم دول انتوا لازم تعملوا الكولونوسكوبي، بس كل قد ايه بقى؟ حسب عدد النتوءات اللي موجوده. لو اكتر من 10 يبقى لازم تعمل كل 6 شهور. انما اقل يعني 3 أو 4 ممكن نعملها مره كل سنه. بس هي بيحمي بشكل حقيقي من فكره التضخم، يعني وجود الاورام السرطانيه على مدى طويل. هو بيعمل الكشف المبكر لاي تغير ولو بسيط في النتوءات دي. يعني احنا لما بنعمل كورونوسكوبي فالدكتور اللي بيعمل كورونوسكوب بيشوف لو في تغير على سطح هذه النتوءات، ساعتها بيشيل النتوء خلاص ويحلله. لو طلع في مثلا او اول درجه من درجات التحور يبقى احنا ايه؟ اكتشفنا تحور الخلايا دي قبل ما تتحول لسرطانيه. طيب احنا دلوقتي يمكن اتكلمنا اكتر عن سرطان القولون. حلو. لو وسعنا الحوار في الحديث عن السرطانات الاخرى، هل في شيء بيمارس في حياتنا اليوميه ممكن يقود الى اي منها بانواعها المختلفه؟
ده طبيعي. احنا قلنا جزء الجزء قلناه في واحنا بنتكلم عن سرطان القولون اللي هو السمنه المفرطه والدهون الزياده بتزود نسبه الاستروجين، فممكن تزود فرص الحدوث اصابه سرطان ثدي ورحم. فالسمنه المفرطه معناها ايه؟ ان احنا بنحاول ما ناكلش كتير، او الاكل الزياده اللي بيخلي فيه دهون كتير في الجسم. ده رقم واحد. رقم اتنين التدخين. التدخين اكيد الناس خلاص قطرت الموضوع ده بحثا، بس اللي الناس ما بتبقاش فاهماه ان مش التدخين بس ما بيعملش سرطان رئه. التدخين ممكن يعمل سرطان مريء، ممكن يعمل سرطان مستقيم، ممكن يعمل سرطان مثانه. فالحاجات دي كلها عرضه، الحاجات دي كلها بتبقى عرضه انها تتاثر بالتدخين بشكل غير مباشر، ولكن مش بس سرطان رئه. طبعا الـ 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 الحاجه الاساسيه بقى الاسترس او الحزن الشديد او الحاله النفسيه السيئه اللي الانفعالات الحاده الانفعالات الحاده دي بتقلل مناعه الجسم بشكل او باخر، وتخلي عرضه انه بعض الخلايا تتحول لخلايا سرطانيه، او لو هو مريض اصلا سرطان ان ما يستجيبش بنسبه كبيره للعلاج. ولسه قاري حاجه جديده يعني بقى لها سنه بالظبط، في حاجه اسمها هوب مولكيولز او جزيئات الامل. جزيئات الامل دي احنا كنا دايما نعرف ان اللي يلعب رياضه يبقى منتشي وسعيد كده وموده كويس، كان يعني كان حاجه اسمها كورليشن. يعني اللي بيلعب رياضه دايما بيبقى سعيد ومتفائل، بس ما احناش عارفين ليه. العلماء اكتشفوا ان العضلات بتطلع حاجه اسمها مايوكاينز. المايوكاينز دي جزيئات بتمشي من العضله، تمشي في الدم، تروح لغايه المخ لمراكز الانتي ديبريشن، وتخلي الانسان الى حد ما سعيد وساتسفايد. واكتشفوا ده علميا، يعني مش كورليشن، لقوا الجزيئات اللي اسمها المايوكاينز دي هي اللي بتحسن من مود الانسان. لما جربوا بقى شافوا المايوكاينز دي في مرضى السرطان، لقوا ان المرضى اللي بيمارسوا من ربع ساعة لنص ساعة رياضة خفيفة ولو مشي فقط، فده بيحسن نسب شفائهم وبيحسن مودهم كمان. فبتبقى استجابتهم كويسة جدا في العلاج. ما بذل بقى في الفترة الماضية من قبل الدولة في انها تحسن من فهم الناس ومنها تتعامل بشكل صحي من خلال النظام الصحي المتوافر مع أزمات السرطان المختلفة؟ حضرتك بتقيمه ازاي وتشوفه ازاي؟ بص، هي الفكرة ان فعلا الدولة كانت بقالها احنا فترة طويلة وكانت سباقة بشكل يعني، خلت احنا كمان نبقى متفاجئين كاطباء اورام ان بقى في الناس بقى عندهم وعي على اللي بيسموه الوعي الكيوميليتيف، يعني يوم عن يوم وشهر عن شهر كل يوم بيتكون ده بيتكون. فبقى الناس فعلا بتيجي تكشف، والدوره موفره في كل مراكز وزاره الصحه او المراكز الجامعيه بؤر للكشف المبكر. يبقى في هوت هابس كده زي ما بيقولوا، الهاب ده اللي هو مكان بيتجمع فيه كل حاجه. صح. الهب بقى احنا عندنا في المستشفيات بقى عندنا هبس. يعني ايه؟ عندنا دكتور اورام، عندنا دكتور جراحه، عندنا دكتور اشعه، عندنا فريق. دكتور تحاليل بالظبط. فالمريض مش هيلف كتير، هو هيروح للهب يقول لهم يا جماعه انا عايز اكشف. فنبدا بالفحص الاكلينيكي، نبدا بالاشعات، بنبدا لو في حاجه اكتشفناها مش سسبيشس ناخد عينه نحللها، كلها في مكان واحد، والمريض ما بيلفش كتير وما بيدفعش حاجه، يعني فري. وده اللي احنا محتاجينه فعلا في الفتره دي، وانه يتوسع بشكل حقيقي ويزداد حجمه، لان برضه لازم نقول ان المرض انتشر بشكل كبير وبقت حالاته اكتر بكتير من الاول، لكن املنا في ربنا واكيد في انتشار الرعاية الصحية هو الأساس في هذه المرحلة. دكتور أحمد عبد الهادي، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة ومدير وحدة الأورام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، شرفتنا بوجودك معنا النهاردة. شكرا جزيلا. محتاجين دايما المزيد من الحديث عن هذا الموضوع، المزيد من التوعية مش بس في إبريل، ده على مدار السنة. إن شاء الله. شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا ليك. مشاهدينا، فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل، يستكمل حسام الدين عاطف معكم المزيد من الحوار.